كل الحاضرين هنا من القامات العالية، من ذوي النفوس الزكية، من أصحاب الأخلاق العالية والشهامة والقبيلة. هذا هو يمننا وهذا هو ما نفتخر به. اليوم نفتخر بالقبيلة اليمنية. من كانوا بالأمس يقولون ضع القبيلة في النقطة وادخل، احنا نقول طلع القبيلة معك وهي فوق عيوننا وروسنا لأنها بترفع معنوياتنا. لم تكن في يوم من الأيام القبيلة السبة، بل كان ذلك هو النظام الإلهي الذي وضعه الله في الأرض بأن جعلنا قبائلا وشعوبا. فالاستهداف للقبيلة اليمنية إنما هو استهداف للقيم واستهداف للمبادئ واستهداف للتسامح واستهداف للأخلاق، لأن أخلاقها ليست أخلاقا جاهلية، إنما هي قيم إيمانية إسلامية، إنما هي قيم تترجم واقعا عملي وتترجم على أرض الواقع شجاعة، حبا، غيرة، كرما، أخلاقا. فأي قبيلة لا تحمل هذه الصفات لا يمكن أن تطلق عليها أو نطلق عليها اسم القبيلة اليمنية. هذه قبيلتنا اليمنية، نعتز بها، نفتخر بها، نجلس معهم ليلا ونهارا، نسايرهم، عرفناهم بكرمهم، بأخلاقهم، بمواقفهم، بشجاعتهم، ببسالتهم. ومن يعتقد أننا نتحدث فقط من أجل المعنويات فليعد إلى الجبهات ليرى من هم وليرى من هو هذا الشعب اليمني. الشعب اليمني يتشكل من القبائل، والقبائل اليوم التي تقف في نحر العدوان وتواجه العدوان بكل صلفه، بكل جوره، بكل إرهابه، أليس كذلك؟ أبناؤنا في الجبهات وإخواننا في الجبهات وأعزاؤنا في الجبهات ليواجهوا ظلم وجبروت آل سعود والإمارات وأمريكا وبريطانيا وكل دول العدوان، ومع ذلك لا زالت القبيلة اليمنية الشامخة، ومع ذلك لا زال الشعب اليمني بكل أطيافه ومكوناته رافعا لرأسه كريما عزيزا، لم ينحط ولم يتغير ولم يتراجع. فيا أبناء محافظ الذمار، يا مشائخنا وأعزائنا كل الحاضرين هنا ومن لم يحضر، نحن فخورون جدا بالمواقف التي تقدمها هذه المحافظة من كرم وعزة وإخاء. ونقول لكم ونقول للجميع بإذن الله تعالى وفي الأيام القريبة ستحل قضايا كثيرة. أنا أراهن على من هنا وعلى من لم يحضر، أراهن أيضا على أطراف القضايا، على كرمهم، على شهامتهم، على عزتهم، على قبيلتهم، أن يلموا الجراح وأن يوحدوا الصف وأن يبنوا يمنا خال من الثأر، خال من المشاكل. هذا هو اليمن الذي نتطلع إليه، يمن يعيش فيه الجميع، الخائف في بطن المخيف كما نقول في الصلح الذي يعقد بين كل قبيلة وأخرى. ولنا طلب أيضا، خصوصا بعض القبائل داخل هذه المحافظة، اللوائش والعيوب والعتوب الناس بيثمنوها ويقوموها لكن ولا حد يقتالها. هذا الفترة ما هي فترة كيل، لا لوائش ولا عيوب ولا عتوب، لأن وضع الناس أنتوا عارفين حصار مستمر، عدوان جائر، القدرة الشرائية لدى الشعب اليمني ضعيفة، ما احنا في حاجة ندخل في لوائش وعيوب وعتوب. ومن يريد أن يكال له هذا الشيء فانتركوه، لا تدخلوا معه في مصالحة ولا تحاولوا معه من مرة، لأنه لم يفهم واقعنا اليوم، لم يفهم واقعنا اليوم. ولن يكون بإذن الله إلا النزر القليل، إن لم نكن بأنهم بإذن الله سيفهم جميع أبناء القبائل هذا المعنى.
وسيترجم في الأيام المقبلة إلى عمل. فإذا تبقى سيتبقى القليل، ونحن نقول أنه يعني نشتبه، ربما يكون لديهم تواصل مع العدوان، الذي يطالب بعيوب وعتوب ويريد كيلها، ربما مع التواصل مع العدوان لا يريد أن تنجح القضايا وحل حالتها. وها هم ممثلين كل القبائل في محافظة ذمار، دعوا المغرر بهم إلى العودة والاستجابة للعفو، وأنا أدعو من في الداخل المغرر بهم من ذروبهم، ما حنا فيهم جاي ولا أمر أبتهم لا جاي، ما حنا في حاجتهم. أنا أريد أن أرى داخل محافظة ذمار الخطوط المقطوعة بسبب الثار تفتح. أنا أريد أن أرى داخل ذمار القضايا العالقة والكبيرة تحل. نريد، نحب. قد يقول قائل أوه ما احتلت ارجع، والله يقول كذا، لا احنا نحب، نتمنى، ندعو، نشارك، سنعمل على المعاونة في الحلول، وراهن على من في هذه القاعة وغيرهم من المشايخ والشخصيات الاجتماعية الكريمة، أنا أراهن عليهم أنهم سيكونوا عند حسن ظننا وحسن ظن شعبنا. الشعب اليمني يتضلع اليوم نحو محافظة ذمار، ينظر إلى أبناء ذمار وإلى قبائل ذمار، كيف ستكون مواقفهم؟ هذه هي المواقف الحقيقية، هذه هي المواقف المشرفة، هذه هي المواقف التي يدعو الله إليها، هذه هي المواقف التي حثنا الإسلام عليها، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نريد أن نفعل هذا المفهوم القرآني في أوساطنا وفي أوساط قبائلنا. ذي يقعد يتحنحن ويتمسك ويلاحق، ما هي قبيلة ذي يا رجال، ما بلا عفاية، ما بلا حركة إلى الأمام، ما بلا أنكم كمون في قضايانا مثل ما بيكم والمجاهدين في الجبهات، ولا بقى نقعد محلك سر، ما احنا زالين تمام، احنا نشتي كموم. وأنا على تواصل مع أغلب المشايخ والشخصيات الاجتماعية، والكل يبشرنا بأن هناك قضايا سعى في حلها، ونحن نقول إن كان هناك من إنجاز فهو إنجازكم، وإن كان هناك من إخفاق فهو إخفاق الشيطان وليس إخفاقكم، إخفاق العدوان وتواصله. إذا كان هناك إخفاق فهو إخفاق التواصل من الخارج. بعض القبل لا زال لديها بعض، أنتم عارفين يعني الآن حاجة، يتواصلوا بالداخل ويحركوا قضايا الثار، لا تسمعوا لهم، لا تلتفتوا لهم، لا تأبهوا لهم، لأنهم لو كانوا أرادوا وطننا لبقوا داخل هذا الوطن، لكنهم ذهبوا من أجل مصالحهم الشخصية. ومن يبحث عن مصلحته الشخصية لا يمكن في يوم من الأيام أن يكون قريبا من الشعب، لا يمكن في يوم من الأيام أن يصلح المجتمع، لأنه يبحث عن شخصيته وعن مصلحته، لا يبحث عن أبناء الشعب اليمني وعن قضايا الشعب اليمني أو حلحلة إشكالاته. فلذلك نحن نطمن الجميع بأن بإذن الله قضايا كبيرة ستحل، وقضايا كثيرة يعفو بعضهم عن بعض في قضايا قتل، ولدينا قضايا بإذن الله غدا وبعد غد وفي الأيام المستقبلة ستحل كثير من القضايا، وكثير من المشايخ والشخصيات الاجتماعية أبلغونا بتوصلهم مع أطراف القضايا إلى حلول. لذلك نقول نرفع لكل من يحل هذه القضايا القبعات شكرا وتأييدا. ونقول لكم يا مشايخنا ويا شخصياتنا الإجتماعية، قائد الثورة حفظه الله يبلغكم سلامه الخاص، يبلغكم سلامه الخاص وتحياته، وكم يتمنى أنه حاضر معكم لولا انشغالاته بقضايا أخرى وبما أنتم تعرفونه من الجانب الأمني أو غيره، لكنه حاضر معنا يتواصل معنا، يلتقي بالكثير منكم، يبلغ السلام للكثير منكم ومن غيركم من أبناء المحافظات وتلتقون به في الأغلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يحفظكم، وأن نكون بقدر المسؤولية، وأن نكون بقدر هم هذه المحافظة. أبناء هذه المحافظة كرماء،
والكرماء دائما هم الشجعان، والشجعان دائما هم أهل الشهامة، وأهل الشهامة هم أهل القبيلة وأهل العرف. ما عاد احنا رايحين ندور لنا العرف من خارج اهل ذمار، وانتو قمة العرف والقبيلة، العرف والسلف بينكم مشهود معروف، وبينكم مراغات كبيرة تعرف وتصرف وتحرك المواقف وتقلبها وتحلحلها وتعمل الكثير حتى في غير ذا المحافظة. فقديب الأولى أن نتفرغ في هذه الأيام المقبلة لحلحلة قضايا أبناء ذمار، وهذا هو شرف، هذا هو فخر. ليس خوفا ولا قلقا من يذهب نحو الحل، لأن العدو يعمل باستمرار على أن يسيء إلى حلحلة الخلافات وإلى حلحلة الصلح أو حلحلة الثأرات بين اليمنيين. هذه ليست منقصة، هذه هي مكرمة لكل من يحملها، هذه هي الرجلة بعنوانها الأكبر، هذه هي الشهامة، هذه هي القبيلة. رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله عندما اتجه إلى الأنصار في المدينة المنورة عقد الصلح بين الأوس والخزرج، فكانت سياسة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا هو الشعار الذي نحمله في هذه المسيرة، أننا نريد أن نعتصم بحبل الله، أن نتآخى، أن نصطلح فيما بيننا، ولسنا ممن يدعو إلى فرق تسد. هذه هي سياسة البريطانيين، هذه هي سياسة اليهود والنصارى التفرقة. أما الإسلام فسياسته واضحة: واعتصموا بحبل الله. وكانت أول خطوة من خطوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في إصلاح المجتمع وبين اليمنيين أنفسهم.